الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جويدو كروزيتو وزير دفاع جمهورية إيطاليا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الممتدة مع جمهورية إيطاليا في مختلف المجالات والتنسيق المشترك بين البلدين، مشيرا إلى توافق الرؤى لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. من جانبه أكد وزير دفاع جمهورية إيطاليا حرص بلاده على دعم أفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول بحري جوزيبي كافو دراجوني رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا، والسفير الإيطالي بالقاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية، بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي يستمر تنفيذهم لعدة أيام. وقد تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والقرارات المتخذة من القادة خلال مراحل إدارة العمليات. ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على حماية الوطن وصون مقدساته. كما ناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين في المشروعين في أسلوب إدارتهم للمواقف المتغيرة والطارئة التي يمكن التعرض لها خلال مراحل العمليات، مشيدا بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروعين التي تضمنت عرض القرارات المنفذة من مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم والتنسيق والتعاون بين كافة العناصر المشاركة، كما ناقش عددا من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة، مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام. حضر تنفيذ المشروعين عدد من قادة القوات المسلحة. المكتب الاستشاري العلمي لإدارة الحرب الكيميائية، تقنيات وأساليب علمية متطورة
تهدف إلى تقديم الدعم الفني والحلول العلمية الفعالة للمشكلات البيئية المختلفة ومعالجة مشكلات جودة المياه وتطوير المنتجات الكيميائية والمعملية والصناعية. المكتب الاستشاري العلمي لإدارة الحرب الكيميائية شريك حيوي لتحقيق التنمية المستدامة لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة. في إطار دعم القوات المسلحة لكافة أجهزة الدولة المعنية وتحقيقاً لأهداف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ كوب 27 والمتضمنة مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية من خلال التخفيف والتكيف، تم افتتاح المكتب الاستشاري العلمي لإدارة الحرب الكيميائية، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الإعلاميين. ويهدف المكتب الاستشاري إلى تقديم خدمة الاستشارات العلمية والتكنولوجية وتقديم الدراسات العلمية والحلول للمشاكل الصناعية والكيميائية للمصانع والصناعات التي لها أثار تلوث بيئي، وإعداد الدراسات ما قبل الإكلينيكية للأدوية واللقاحات ودراسات إنشاء المعامل البيولوجية، وذلك بعد تطبيق نظم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء طبقاً لمواصفات الأيزو العالمية. وألقى اللواء أركان حرب عبد الحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإدارة الحرب الكيميائية للارتقاء بمنظومة العمل البحثي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم والمشاركة الفعالة في تحقيق رؤية جمهورية مصر العربية للتنمية المستدامة 2030. كما ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الدولة لشؤون البيئة كلمة أشارت خلالها إلى أهمية التنسيق مع إدارة الحرب الكيميائية في معاونة أجهزة الدولة في فرض الالتزام البيئي والتعرف على ملوثات البيئة المصرية وإيجاد الحلول المناسبة ومواجهة أخطار التلوث الكيميائي والإشعاعي والبيئي والتغلب على الأثار الناتجة عنه. وفي ختام الفعاليات قام الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة بتسليم شهادة اعتماد المكتب الاستشاري لمدير الحرب الكيميائية. تلا ذلك قيام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفقد معرضاً للأجهزة العلمية في مجالات العلوم المتعلقة بالتحاليل الكيميائية والإشعاعية والبيولوجية والبيئية لتحقيق الاستفادة من كل ما هو جديد في مجالات العلم والتكنولوجيا مما يسهم في تطبيق معايير الحفاظ على البيئة.